بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقدم تقرير المشاهدات كالمعتاد بعد كل لايف. تم اختيار 22 قناة للمشاهدات وست قنوات للعصافير. اللي تم اختياره للساعات منوعات ولمسات مصرية، مطبخ سومة لكل عروسة، حسين العتابي مطبخ ويوميات نصيرة، منى شو ونوجة، ألعاب سمسم، مملكة الطبخ، أم أيوب، وصفات فيفي، العم محمد، حنين ويوسف، ياسمين الشام، أفكار متنوعة مع نور، أحمد العشري، ويويو، تمام، أحمد العشري ويويو، من مطبخ نادية فايد، ويوسف ورلد، ويلا نرضي ربنا، ومطبخ الأسرار، مطبخ الأسرار، وأختنا ناتش يوكي. أما اللي تم اختياره للعصافير كان تحدي الطبيعة، الأميرة سندريلا ساحرة العيون، و سحر أحمد، وسهى فلوب سهى، وأيضا ست الستات أم مالك، وخياطة أم الهدى. دي الأسماء اللي هي تم اختيارها في حفل أمس يوم السبت اللي هو كان بتاريخ 24/4/2021. نبدأ نشوف المشاهدات بتتم ازاي. عندنا هنا أختنا اللي هي ناتشو يوكي، اهي بهذا الشكل، والملفات بتلف بهذا الشكل، اهي السهمين ورا بعض، يعني الفيديوهات كلها بتتقلب، تمام، الفيديوهات كلها بتتقلب زي ما الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب ونيجي بعد كده كمان نشوف المتصفح الثاني، بنجيب من الاول كده بالدور. طيب اما ماشي فتح اهوت، يوسف وورلد معانا، اخونا يوسف وورلد، نعمل السهمين ده كده عشان يلف ورا بعض، تمام. بعد كده معانا مين؟ معانا مملكة الطبخ، معانا مين كمان؟ معانا حنين يوسف، معانا مين؟ ياسمين الشام، معانا مين؟ ملكة بيتك مع يويو، معانا كمان ألعاب سمسم، معانا أيضا وصفات فيفي، حفلات هي فيفي كلها بتشاهد. بعد كده كل يوم جديد مع نوجة، أختنا نوجة، متأكد إن السهمين كده كلهم عشان الملفات تقلب، السهمين معمولين كده تمام. وبعد نوجة معانا أحمد العشري وخالد عشري، أحمد العشري وخالد العشري، معانا مين تاني؟ معانا أفكار متنوعة مع نور. طيب ده متصفح، تعالى بقى تعالى نشوف متصفح آخر. طيب المتصفح الآخر ده عليه مين؟ عليه من مطبخ نادية فايد، وعليه أيضا أم أيوب، وعليه أيضا منوعات ولمسات مصرية، ومعاه أيضا مطبخ سومة لكل عروسة، مطبخ سومة لكل عروسة، ومطبخ الأسرار والتكات كيتشن، تمام،
نيجي نشوف ده كده اللي ايه بيتم مشاهداته. تعال نشوف المتصفح اللي بعد كده مين معانا. منى شو معانا. يلا نرضي ربنا، ايوه معانا. منوعات علاج القلوب اهو، لسه من بلف معاك اهو يا اخي. تمام، منوعات علاج القلوب معانا. مطبخ ويوميات نصيرة معانا. حسين العتابي، حسين العتابي معانا. ايضا العم محمد، العم محمد ايوه تمام. كده يبقى احنا بندي تقرير لكام قناة؟ 22 قناة. طيب نعدهم كده، 1 2 3 4 5 6. المتصفح ده 6. تعالى نشوف المتصفح ده كام. نعد بقى 7 8 9 10 11. كده 11، المتصفح ده 6 ووصلنا بده 11 11. نيجي نشوف 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21. وعلى المتصفح الثاني بتاع اختنا ناتش يوكي يبقى كده 22 بيت بيتم المشاهده لهم. ان شاء الله بعد ما المشاهدات بتخلص العصافير بتكون في الفترة المسائية يعني قرب المغرب، واحنا بنقدم التقرير ده كده علشان كل شخص يشوف البيت بتاعه بتشاهد ازاي والهدية بتوصله بناء على مشاهدات حقيقية طبيعية. الفيديوهات كلها بتتقلب ورا بعضها. معانا كل يوم معانا لايف حفل، يوم عند صالح للرياضيات ويوم عند الأستاذة منى رشاد. وشكرا لكل اللي بيدعمنا، شكرا لكل اللي واقف معانا واللي واقف في ظهرنا. شكرا لبابا شيف، شكرا لربيع، شكرا للإشراف، شكرا لشمس، شكرا لمنى شو وفرحة، شكرا يا فرحة وأفريكانو وأخوات مغربيات. كل الإشراف لهم مننا، وشكرا يا ميوشة، كل الإشراف لهم مننا كل تحية وتقدير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح للرياضيات.